السلام عليكم. بالبيجامة بعمل صوص المعكرونة، مستني المصل يمكن تخلص الكورونا. متعصب شوية ييجوا صحابنا ويهدونا، دي حالة زونة يما الحالة زونة. شوكليت كيك ليتس جو بيك، نعمل مزيكا نكسب ماني زي دريك. شكلك فيك ينفع هيك، نكمل كلامنا مع المزيكا ليتس شيك. من غير الفلتر شكلك وحش قوي قوي، صحيح التكنولوجيا يا ماشي بلاوي. اوعي تكوني سألتي من كلام اصلا غاوي، اهزر كده وبتاع يعني. هادي لا مش سبايسي عادي، شاطره في النحو عارفه المبتدا وانا عارف الماضي. كلامي حرق عليك وتحبوا نضيف شويه زبادي. بقول لكم ايه عادي، يو كان كول مي دادي. الدنيا زي ما جابتنا برضو يا ما ودتنا، نحط زيتنا في دقيقنا ونرجع تاني لبيتنا. ايه ده، ايه الدارك مود ده يا ابني؟ ليه كده فرفش كده حماده؟ فورما بيتش بوي، مش هبلط زي تروي، مش محتاج اديك شلوت سبارتا. نطلع على جاكرتا تمرين صباحي يوجا. ما بعمل صوص المعكرونة، مستني المصل يمكن تخلص الكورونا. متعصب شوية ييجوا صحابنا ويهدونا، دي حالة زونة يما الحالة زونة. شوكليت كيك ليتس جو بيك، نعمل مزيكا نكسب ماني زي دريك. شكلك فيك ينفع هيك، نكمل كلامنا مع المزيكا ليتس شيك. من غير الفلتر شكلك وحش قوي قوي، صحيح التكنولوجيا يا ماشي بلاوي. اوعي تكوني سألتي من كلام اصلا غاوي، اهزر كده وبتاع يعني. هادي لا مش سبايسي عادي، شاطره في النحو عارفه المبتدا وانا عارف الماضي. كلامي حرق عليك وتحبوا نضيف شويه زبادي. بقول لكم ايه عادي، يو كان كول مي دادي. الدنيا زي ما جابتنا برضو يا ما ودتنا، نحط زيتنا في دقيقنا ونرجع تاني لبيتنا. ايه ده، ايه الدارك مود ده يا ابني؟ ليه كده فرفش كده حماده؟ فورما بيتش بوي، مش هبلط زي تروي، مش محتاج اديك شلوت سبارتا. نطلع على جاكرتا تمرين صباحي يوجا.